الله يعيش النساء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الانتماء إلى أمة النبي العدنان، الحمد لله على نعمة رمضان هذا الشهر المبارك الذي نزل ضيفا بيننا والذي تتنزل فيه الرحمات والبركات وكل الخيرات. فمبارك عليكم الشهر، وأعاننا وأعانكم الله على صيامه وقيامه يا رب العالمين. موسم جديد من برنامج نساء ونص، موسم جديد نفتتحه في أول أيام رمضان، فالحمد لله على هذه النعمة. لقاءات جديدة إن شاء الله ستجمعنا معكم ومع أخواتي يسرى السالمي وفاتن بالحاج. مرحبا بكم يسرى وفاتن. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ليك والأختي العزيزة وأمي الغالية فاتونة، المشاهدين الكرام. الحمد لله الذي من علينا بهذا الشهر المبارك، الحمد لله على نعمة الأخوة بيننا، يا ربي لك الحمد والشكر. الحمد لله على المشاهدين اللي تبعوا فينا من كل بلاصة وفرحانين وقاعدين يتبعوا ويعرضوا فينا في كل الأماكن. محبة هذه إن شاء الله يا ربي تكون خالصة لوجه الكريم، وإن شاء الله ربي يجمعنا يوم لا ظل إلا ظله. هذه نعمة كبيرة من نجم كان نحمد عليها ربي سبحانه وتعالى. توحشناهم وتوحشونا. فاتن قل لي كيفاش عبروا الناس على الوحشة. ساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسلم حليكم ونسلم على أصحابنا وحبيبنا المشاهدين. والله نبدأ ساعة في بلاسة يقولوا لي مش أنت فاتن متاع نساء ونص، نساء ونص تشينا ساعة ننسى، فهمت؟ قول ما أنا هي والله الناس كل حابين هالحصة، والناس كل أكحدهم باش تتعاود وكل، وحمد لله اللي ربي تحلنا هالفرصة هذية. وانا الحق ياسر فرحانة كوني عضو من الفريق هذية، العزيز الغالي سهام ويسرى. ان شاء الله ربي يتقبل منا. امين. ان شاء الله العمل يكون الوجه خالص يا رب، لا تجعل فيه ذرة من الرياء. ان شاء الله معناه يزيد مع إضافة لينا وللناس الكل. اي نعم، ما مش كيما ندخلوا كيما نخرجوا ان شاء الله في اي عمل دي. اي نعم، وربي يتقبل منا صالح الاعمال ويقدرنا عليهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله السميع العليم. ستمر بعض ان شاء الله الحلقات واللقاءات في نساء ونص، سنتداول بعض المواضيع اللي احنا نحتاجوهم في شهر رمضان حتى نستعد معناها ونكمل الشهر الكل في خير باذن الله، ونغتنم هذا الشهر المبارك اللي ربي من به علينا، شهر هذا الشهر الفضيل اللي هو ان الله فضل سبحانه وتعالى بعض الليالي على بعض وبعض الأيام على بعض، وفضل بعض الشهور على البعض، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وفضل يوم النحر على سائر أيام الدهر، وفضل شهر رمضان على سائر الشهور. فالحمد لله على نعمة رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن شاء الله يا ربي أعنا على صيامه وقيامه. يا ربي اجعله رمضان الولادة الجديدة لكل، يعني مرة نتذكر بعضنا أنه هذه فرصة لي وليكم. لكل إنسان ربي سبحانه وتعالى من عليه باش يكون في رمضان هذا موجود، أنك تغتنم هذه الفرصة لتكون إنسانا جديدا في علاقتك مع ربي سبحانه وتعالى، في علاقتك مع الآخرين، وحتى في علاقتك مع نفسك. نعم، هو رمضان فعلا شهر الولادة الجديدة، حتى في الترتيب متاع الأشهر معناها القمرية هو في الشهر التاسع. والمعروف أنه في الولادة معناها هناك معناها قبل المخاض معناها ترتيب، يعني الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، حتى نصل إلى الشهر التاسع. وهذا الشهر معناه يكون أكثر شهر متعب نوعا ما، معناه في حمل المرأة مثلا وفي المخاض الذي ستخوضه، يعني فما برشة تعب
ولكن بعد فما حلاوة فما فرحة. نحكي مثال على المرأة، من حين تضع ذاك المولود تنسى التعب الكل وتنسى الشقاء الكل. فلابد أن نتحدث عن رمضان. أي نعم هو شهر متعة وشهر اغتنام الفرص وشهر العطايا، ولكن شهر سنتعب فيه. نعم سنتعب فيه، مش معناه سنتعب ولكن تعب متعة، تعب سنجني إن شاء الله فيه وسنستشعر ثمرات العبادة وثمرة الصبر. نعم تحب نفهم معناها منك، فهمت من كلامك يا يسرى أنه ثم مخاض، ثم يعني تعب، ثم ألم، ربما ألم النفس التي عودت على الدلال كما نقوله بالتونسي. النفس النفيسة تعودت أنها مدللة، تاكل وقت تحب، تشرب وقت تحب، ترقد وقت اللي تحب، معناها ما أحله الله، طبعا نحكيه على حلال، تعمل وقت اللي تحب. يجي شهر رمضان فيحد من ذلك، ولكن رغم أن نتخلاه على كل تلك المتاع وأحنا فرحانين وشيخين، علاش؟ لأننا في مرضات الله وفي سبيل الله. إذن مخاض، لابد فما عركة من داخل باش تصير في الداخل باش نتخلصوا من العادات السيئة اللي تعودنا عليها طيلة العام، لنولد من جديد وتكون لنا فرحة الولادة. والولادة بعدها ما كم تعرفوا كل مولود جديد يجي تفرح به العائلة ويتعمل الزرير والحلو والقعدات واللمات والفرحات، فباش تفرح بنفسك بإذن الله السميع العليم بعد رمضان وقت تلقى روحك تولدت إنسان جديد. قل لي يا فاتن. هو شهر فضيل وشهر عظيم، شهر الصيام كما نعرفوا، شهر القيام، معناها شهر الصوم صحيح على الماكلة والشراب كل اللي في العادة هما حاجة مباحة، نعم. في رمضان تولي محرمة، هذاك الفرق. أما هو ماهوش صيام، كان صيام الماكلة والشراب، صيام الجوارح. أي نعم. يعني كان وصلنا جوارحك تصوم على الموبقات، نعم. تصوم على الغزرة الخايبة، تصوم على الكلمة الخايبة، ما تسدش وذنيك، جوارحك الكل، المس، السمع، الأكل، الكلام اللي باش تخرجوا من فمك الكل وتعمل له تقرا له حساب، فهمت؟ يعني يلزمك تمنعوا هالشهر بإذن الله. أنت باش تدخل مش كيما تدخل كيما تخرج، ولا اللطف يا ربي تخرج حتى أتعس. يلزمك تخرج ملا، معناها يلزمك تكون ما بين رمضان ورمضان، أنت في رمضان، في صيام للجوارح، في الامتناع على انواع الموبقات الكل، انواع المحرمات الكل، تقعد باقي في المود هذاك. نعم، اذا كان هو رمضان جاي باش يعلمنا انه حتى الحلال لابد ان نمتنع عنه في رمضان. في رمضان يقول لك اللي كنت متعود به وربي احله لك في سائر الايام، انت في رمضان يصبح محرم، فما بالك بالمحرمات، وهو فرصه للتدرب على الامتناع، على انه الانسان يعمل ما لا يرضي الله. اذا هو تدريب للنفس. قل لي يسرى شنو تحب. هو الحقيقه نتاع ربي كان نشوف رواح، نحن رمضان الفرد ورمضان اللي قبله ورمضان في قبله، نحاول كل مره في هذه الفرصه اللي فيها معناها الهدايا والعطايا انه يكون رمضان هذا العام خير مما مضى. هذه نقطه مهمه على الاخر، معناها صحيح، معناها دائما نسمع معناها كلام معناها اهل الذكر ما شاء الله عليهم وديما يبشرونا ويفرحونا بهذا الشهر، اما انا نفسي شنو تغيرت، شنو اللي تغير فيا؟ فما نقطه قلتها ياسر محليها نتاع المتعه اللي احنا كنا متعودين عليها، كيما الماء، كيما الاكل، كيما الشراب، حاجات كنا متعودين عليهم ياسر، ولكن فرصه في شهر رمضان انه تعلمنا فيهم الانضباط، ولا في وقت من الاوقات محرمه عليك انك تشرب شربة ماء تاكل. وهذه فرصه باش نحكيو مع صغيراتنا، يا ناس يهديكم ربي يا اولياء، ما تحكيوش مع صغاركم تقول لهم رمضان فرصه باش نستشعروا بالفقراء، راك قاعد تكذب عليه سامحني في الكلمه، راك قاعد تعدي فيه في معلومه غلطه، تقول له انا فرصه باش نستشعر بالفقراء وتجي في شقاء الفطر تعمل له سفره كبيره، ليه ما يسالش يعلمك الحرمان راهو يعلم. شنو يعلمنا؟ انا كي نتحرم من شربة الماء، تينا كي نشربها في شقان الفطر، الحمد لله الذي أطعمتنا وسقيتنا ورويتنا، حتى كملة الحمد لله تخرج من عروش قلبي، مش كيما كي نشربها شربة الماء في سائر الأيام.
اي حاجه تنجم تسقيني وقتها، عصير، بسيسه، ماء، باش تروي لي قلبي ونستشعر النعمه. يعني اول ثمره من ثمرات رمضان الانضباط، اللي حاجه كنت نغزر لها انا نشربها، اما وقتها ما عنديش الحق نشربها. وثاني نقطه اللي هي مهمه، حاجه مهمه جدا، انه نستشعر هذه النعمه، يعني نعمه الماء هذيك عندي 16 ساعه قعدت محرومه منها، وجاء الاوان. وقيس كتقيس الطفل، مثلا الطفل ينجم يحرم روحه مده زمنيه باش ما يلعبش، خاطر وقتها عنده فتره متاع امتحانات. انحشتي بيه الشهر ذاك باش كيما قالت فاتن يعلمني في سائر الشهر باش نعيش رمضان. كيف اعيشه؟ قد لا يكون حرمين بالاكل والشراب، انا باش ننقص من اللعب باش وقتها استعد للامتحانات، باش ننقص من نشاط معين لاي كي استعد الى نشاط اخر. يعني هو تدريب النفس في كل الاعمار على انك تنجم تصبر على معناها حاجات ربي حللهم، باش تتعلم الصبر، باش تتعلم قيمه الصبر، سواء احنا ككبار سواء احنا وليداتنا كصغار. كما قلت نقطه مهمه يا يسرى، قلت انه رمضان شاع اننا نتحدث عن رمضان انه باش نحسوا بالفقراء، لكن احنا في الحقيقه مانيش قاعدين نحسوا بهم برشا الفقراء. اذا كان حطينا سفره من غادي لغادي في شقان الفطر، كيفاش انت باش تعدي قيمه يعني التآزر وقيمه انك يعني تحس بالفقير وتجي صغيرك بعتالي تحط له سفره من غادي ما علمته حتى شيء. اذا هو فرصه للتدرب على القيم رمضان. رمضان فرصة لكبح جماح النفس البشرية التي ترغب في كل ملذات الدنيا، كانت أمور أحلها الله في سائر الأيام تصبح بعد ذلك ممنوعات، فما بالك بالممنوعات الحقيقية اللي يلزمك تبعد عليها. فاللهم يا ربي دربنا على كل ما ينفعنا، وإن شاء الله يا ربي نخرج من رمضان وقد اكتسبنا مهارات جديدة ربما لم نكتشفها في أنفسنا قبل ذلك. هو تربية، تربية النفس، معنى تروضها كالنفس، مش كل ما تشتي حاجة تاخذها. هذيك تنجم عندك الخيرات السبعة قدامك وما عندكش حق توا تمسهم. إذا نجم نقولوا في رمضان هناك نفحات لابد أن نتعرض لها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لهن. رمضان فرصة فيها غنائم، وأحنا نحب يتاح لنا أننا نغنم فلنغنم. باش نشوفوا فيديو جميل جدا يورينا إذا كان يعطيوك فرصة في الدنيا باش تاخذ شنو تحب في وقت قصير، كيفاش يكون التصرف متاعك، وباش نربطوا ذلك بفرصة رمضان. تشوفوا الفيديو ونرجع بإذن الله. الله يعيش النساء. شفنا الفيديو وشفنا كيفاش الإنسان لما يتعطى له فرصة بخمسة دقائق ولا بثلاثة دقائق باش يغنم وياخذ شنو يحب من مغازة، كيفاش يبدأ يجري 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 وملهوف باش يعبي أكثر ما يمكن في الوقت الوجيز هذاك. هذا هو رمضان،
30 يوم ولا 29 يوم ربي اعطاها لك فرصه باش تغنم فيها. عندك فليجه باش تحط فيها كل الخيرات اللي باش نهار اللي باش تقابل ربي باش تحل الفليجه باش تلقى روحك شنو حطيت فيها. لابد ان تسارع، لابد ان تتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما تخليش الفرصه لغيرك، ماذا بيك في الامر في فعل الخيرات ما فماش محاباه وما فماش ايثار الحقيقه نتاع ربي. لابد انه كل واحد فينا يحب يكون الاول، يحب يكون الفائز، يحب ياخذ ان شاء الله المرتبه الاولى في الاغتنام من شهر رمضان. وهذا يلزم خدمه، وهذا يلزم حضور، وهذا يلزم استفاقه، وهذا يلزم قنص للفرص. هو في الحقيقه هي صوره معناها الفيديو كاريكاتوري معناها، لانه لا مجال للمقارنه بين معناها جزاء متاع الدنيا ومتاع الاخره صراحه، ولكن هي صوره تقريبيه. خطر الانسان ساعات يقول لك اي هاني صمت، اي شنو الجزاء متاعي، اي ماهوش قاعد يرى فيه، مش قاعد يلتمس فيه. ولكن فما حاجه معناها يستشعرها العبد المؤمن، اك الراحه النفسيه، اك الرضا، اك السعاده، اك اللي يكمل من عمل مش يحب ينتقل الى عمل اخر. فما سعادة وفما قيمة رو أكثر ما كل قيمة اللي ربحتها معناها اللي قاعدة تمشي تشري في المشتريات، راي فما حاجة معنوية. وكان الدور السند والهند لا تلقاها تتباع، لذة مطعم حاجة بنينة سعادة راحة نفسية. ويا يسرى نحب نزيد نقول لك حاجة، الحقيقة أنا بحسن ظني في الله كل عمل صالح لابد لك من جائزة بعده، جائزة دنيوية الحمد لله صدقوني، وربي ما يتجربش. أما لابد بعد كل عمل مخالص من قلبك خرج كلمة طيبة، نصيحة في الله، عطاء لله، طاعاتك اللي باش تعملهم في رمضان، صومك، امتناعك عن قول الزور والكلام البذيء والنظرة المحرمة والاستماع إلى الكلام اللي ما يجيش، والله العظيم لابد أن يعطيك الله الجزاء والجائزة الحينية الآنية، حتى أنه يكون تولي ما عادش لسانك هذا يطاوعك باش يقول الكلمه الخايبه، وعينك هذه تولي تستقيم. وهذه من اكبر الجوائز اللي معناها العاجله باذن الله، ان شاء الله ربي ما يحرمناش منها. هذاك اش قلنا تنظيف الجوارح، معناها باش كي تخرج من رمضان تبدا جوارحك نظيفه. احنا في الفيديو اللي كنا نشوفوا فيها يجريوا على ملذات الدنيا، دونك فما نوع من الاختيار، شنو اللي باش تختار؟ تحب الحاجه هذيك وهذيك اللي نهز هذيك نخلي اغلى ما فما تهز في اغلى حاجه، اغلى ما فما معناها فما اختيار في السباق. الوغ كي انت باش تعمل سباق في حاجات اخرى، حاجات معناها يحبها ربي، حاجات ماكش باش تختار باش تهزبوها لاخوه. توا توا في رمضان، في رمضان ما نهزش بوها على خويا، احسن ما فما. اي اما كل شيء انت ليه نحكي لك انا في الطاعات، كل الطاعات انت كل الطاعات باش تحاول تجري وتهزها. اي نعم، ولكن باش نخدمها بالاحسان، مانيش باش نخدمها في المراتب. لن ارضى معناها معناها اني نقوم بالعمل فقط، والا نسقط الفرض فقط، صليت وارتحت، اي كملت صمت النهار وارتحت. ليه؟ انا نحب صلاتي تكون افضل صلاه. هذيك الكاليتي نحكي على الكميه، ما نخلي حتى شيء ما نعملوش، نخدم ونحسن. احسنت ولا ونحسن. احسنت. رمضان شهر ربي سبحانه ومن علينا به، رمضان نعمة من عند ربي سبحانه، لابد أن نستثمره. باش نخرجوا للشارع ونتوجه للناس بهذا السؤال، ماذا لو كان هذا آخر رمضان في حياتك؟ الله يعيش النساء. سؤال كبير برشا. علاقتك بالناس يظهر لي أقرب أنك تراجعها يعني في رمضان هذا، خاطر عبادتك سهلة، راهو الصلاة والصيام وحفظ القرآن سهل، أما المعاملة مع الناس هي أصعب في علاقتك في علاقتك بربي، خاطر إنك تصبر على أذى الناس وتصبر على الظلم وتصبر على يعني الأذى، هو أصعب من إنك تتعبد وتمشي المدرسة قرآنية وتحفظ قرآن وتصيم. يظهر لي هذيك اللي تتراجع، يعني هذيك أولى إنها تتراجع. صيام بإذن الله الناس كل يعني بإذن الله الناس كل صايمين، الناس كل قايمين، ولكن معاملاتنا هي اللي لازم نراجعوا. نحط مسح في تحتي ونحاول ننسى لي خارج العائلة الكل، نقعد نخزر في عائلتي باش ما عاشنا. لا أنا نعمل الحمد لله اللي نقدر،
أما ولا بدك شكون كامل الصفات؟ حتى حد ما كامل الصفات. أما أنا في العادة الحمد لله يا رب. حتى في حومتي في أنسابنا في الحمد لله يا رب. الحمد لله. إن شاء الله أنا نقول هكا الحمد لله والله أعلم ربي إيش كتب يعني. نحاول إني أنا نسعى بطاعة ربي سبحانه. نحاول نقدم، نحاول نزيد يعني. نعم برشا حاجات باش انه باش انه ربي يرضي عليا وكهو مهما نعملوا ديما مقصرين ديما مقصرين ونحاولوا ديما نعملوا الاكثر والازيد ان شاء الله ربي ييسر امرنا وننجموا يعني نعيشها بفرح. انا تعرضت في سبيطار البحث سبيطار باب سعدون في سبيطار نتاع في سبيطار نتاع الاستعجالي قصت عليه نفس جمله واحده. تعلمنا في المدرسه ان ما عادش نخاف من الموت بما اني عندي الرب ومتعرضه معناتها للموت والانسان من غير رب ومتعرض للموت في اي لحظه. انا قال جاي قال الطبيب كل اكسجين وقف ولما كينا ما عادش تحب تتعدى. هزيت يدي ربي قلت له امانتك وباش تاخذها. انا فرحانه باللي انا مشيت لك وقعدت نقرا في سوره ياسين. ورجعت لي سبحان ربي نفس خاطر مازال عمري مازال ربي مدد لي في عمري. من وقت هذاك ما عادش خاف من الموت. كنت نخاف من الموت ونمرض بعصابي ونعمل معناتها برشا نوبات عصبيه. مني نهار اللي قريت وليت ياسين واللي الموت علينا حق وربي ميتنا على الشهاده والعباده وقلت لا اله الا الله محمد رسول الله والكل يا ربي قال لي كل اجل الكتاب. هذه الموت حاجه محتمه ربي يقضى علينا الموت كما خلقنا الحياة كما خلقنا الموت كما خلقنا بعد البعث والحساب. لازم نقراو حساب غدوة اليوم الآخر اللي باش نقفوا للحساب باش نتعداو على الصراط اللي باش نبعثوا من القبور باش مشينوا هذاك الكل ما هو بالتقوى وطاعة ربي والرحمة والعفو عند المقدرة وتعطي من حرمك اللي قبيلة نسيتها أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك اللي حرمك من حاجة أنت أعطيه تجاوز عنه ما كانوا من كلنا بشر. الله يعيش النساء. من أفضل العبادات البنات في شهر رمضان وهو شهر نزول القرآن في هذا الشهر الكريم في هذا الشهر المبارك نزلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار. نزلت يعني أول كلمة من كلمات القرآن الكريم. نزلت أول سورة سورة العلق. خاطب رب السماوات من عليائه الإنسان في الأرض بالقرآن الكريم عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شهر القرآن بامتياز شهر رمضان. لذلك احنا في برنامجنا نساء ونص تعودنا على فقرة القرآن إن شاء الله باش ناخذوها في هذا الموسم تحت عنوان قال الله. في قال الله سنتدارس سورة الفاتحة طيلة لقاءات نساء ونص. علاش سورة الفاتحة؟ لفضل سورة الفاتحة واللي نعرفوه الكل واللي باش نتحدثوا عليه شوية وكذلك باش نصلحوا الأخطاء أهم الأخطاء الشائعة في سورة الفاتحة. مهم أنك تقرأ الفاتحة بطريقة صحيحة كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا متاح للناس الكل. نحب نفرحكم ونحب نريحكم ونحب نقول لكم راهو الأمر سهل برشا. الفاتحة ركن من أركان الصلاة. إذا صلحت الفاتحة صلحت بإذن الله الصلاة ولا تقوم الصلاة إلا بالفاتحة. لذلك باش ناخذوها في التلاوة والترتيل ونحسن القراءة متاحة لكن كذلك سنتدبر الفاتحة كل آية نحبوا نفهموها نحبوا نعيشوا بها نحبوا نتحركوا بها نحبوا نعملوا بها. الفاتحة يقول لك الفاتحة شنو فيها الفاتحة الناس كل تعرفها الفاتحة طب باش نكتشفوا اللي ما ناش نعرفوا الفاتحة. لذلك سنتوكل على الله في تدارس سورة الفاتحة. تحب تقولوا لي حاجة على الفاتحة قبل ما ناخذوا الإملاء إن شاء الله؟ تو كنت تحكي معناها اللي قلت اللي هي لا تصح الصلاة إلا بسورة الفاتحة ومن تسميتها أنها سورة الصلاة أنها سورة الحمد. هذه السورة العظيمة اللي معناها واحد تقول شهر كامل باش تقعدوا تقراوا سورة الفاتحة. يا أخي كان نعيشوا معاني سورة الفاتحة كان نتدبروا كان نلبسوا مرايات جديدة باش نفهموا هذه المعاني والله العظيم حالنا معناها سيصبح إلى أفضل وباش نفهموا شو معناها شهر القرآن
شهر القرآن، مش تقولي سورة الفاتحة، احنا عنا 60 حزب لازم نقرأ القرآن الكل. سورة الفاتحة هي معني حتى في تفسير ابن عاشور تقول لك سورة الفاتحة تمثل مقاصد كامل سور القرآن. مقاصد سورة الفاتحة. اي نعم فات صحيح ان عنا 60 حزب كما قلت يسرى، اما الفاتحة ام القرآن، ام القرآن، وهي الواقية وهي الشافية، وانت سيهم تعرف وعشت هذية، وهي الكافية، ومعناها هي الكافية، وهي تثبت لنا ربوبية ربي. سبحان أكثر الله. سورة تثبت لنا ربوبية ربي. سر عشت مع سورة الفاتحة وهي فاتحة الترتيل، لأنه فاتحة التنزيل هي سورة العلق، هذيك أول ما نزل من القرآن الكريم. وفاتحة الترتيل اختار رب العالمين أنها تكون فاتحة يعني المصحف الشريف. أنا قلنا الشافية، وأقسم بالله العلي العظيم قرأتها على بنتي الله يرحمها وقت كانت عندها مرض يعني ألم بها، وهو كان مرض يعني ماهوش معروف إلى يومنا هذا، وكانت تتألم وفي شدة الألم، وكانت تحتاج إلى معناها مخدر أو ما كانش متاح وقتها باش تاخذ اللي هو تحت مسمى المورفين، لأنه يعني الحال متاحة تعب برشا. فكنا نتداوى بسورة الفاتحة، والله وأقسم بالله العلي العظيم كان الألم يزول بمجرد قراءة وبمجرد حطها بين ظفرين، لأني لا أستنقص، بالعكس أقول لكل مريض، لكل من ألم به مرض مهما كان نوع المرض، تداوى بسورة الفاتحة. اللي عنده عين واللي يقول على روحه مسحور واللي يقول على روحه محسود واللي عنده اي مرض عضوي، ما نجربوش باليقين، عالج نفسك بالفاتحة، داوي نفسك بالفاتحة، اصلح نفسك بالفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: وما ادراك انها رقية، هي الفاتحة رقية، هي الشافية، هي الكافية. جرب كل ما يوجعك حاجة، حط يدك على المكان واقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء وبنية الهداية وبنية بإذن الله الانتفاع بكل يعني أسرار الفاتحة، سيأتي ذلك بإذن الله السميع العليم. بالنسبة لي عيتولها سورة الكنز. أي نعم، وهي كنز، وهي من كنز تحت عرش الرحمن. أي نعم، ما هيش كما السور الأخرين، عندك هي وخواتيم البقرة، يعني كي نزلوا على سيدنا محمد نزلوا صلى الله عليه وسلم من باب أول مرة يتفتح، ومن ملك أول مرة ينزل. حبيت معنيها بعد ما حكيت لنا على بنتك الله يرحمها، مشاهدينا باش نوضحوا حاجة، معناها سورة الفاتحة هي الشافية، رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عنها الكثير، معناها ولابد أن يكون لدينا يقين، ولكن المؤمن كيس يحسن العبادة سبحان الله، فالله أمرنا أن نأخذ بالأسباب طبعاً المادية والمعنوية. احنا معناها ساعات يقول لك واحد مرض معناها عضوي، نعم يذهب إلى الطبيب، نتداوى كما التداوي سنة. سنة لابد أن بالطبيعة نمشي للطبيب ونأخذ بالأسباب المادية هذيك، والأسباب المعنوية اللي فيها الدعاء وفيها الفاتحة دعاء. نعم، ولكن يقينا لابد زيادة حتى كي احنا مشينا للطبيب ندركوا أنه مش اللي بررانا هو الطبيب، مش كان مش الطبيب ولا مش كان الحربوشة. مش الحربوشة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. هذه نقطة مهمة على الأخر، الله هو الشافي، وسورة الفاتحة هي شافية وكافية بإذن الله السميع العليم. هو الشيء كمل بعده القرآن والدعاء، وهي سورة مناجات بين الرب وعبده، السورة الوحيدة اللي هي مناجات. أحسنتي يا فاتن، أحسنتي. قسمت الصلاة للعبد يجي ربه بعد ربي يجاوبه، معناها واحد حوار بين الرب وعبده. تحب أكثر منها، ولا بد أن نستشعر ذلك وقت نقف بين يدي الله ربي ونصلي، ويزمنا نستشعرها من الحاجات اللي واحد تعلمه في الدنيا، يولي كل سلاح حسنا علي قبلها بإذن الله. عين نتعلموها، ما نقفوش نتعلموها، نتعلموها، نتعلموا التلاوة نتاعها، ندرسوها. لو بشر نقول لك حكاية فين أخي؟ لا لا لا، يعرفوا الناس ما هي مستاهلة راهي تلاوتها. أي نعم، أنه الإنسان لما يتعلم، الجاهل اللي يجهل العلم ما يعرفش قيمته، وقت اللي نبداو نتعلموا نبداو نقولوا شوف قديش فما حاجات كنت ما نعرفهمش. فاحنا باذن الله كل المؤمن لا يستكبر على التعلم، وقد ما يتعلم ومازال يتعلم،
وانا اختكم ندرس في القران الكريم وكي نقعد قدام شيخي والا الاستاذه اللي تقري فيا ما زالت تصلح لي في الاخطاء. راهو كلنا مازال عنا ما نصلحوا هكا ولا يسرى. انا شهدت ذلك بامي عيني. دخلت بنتي باش تسلم على سيدتي سهام قالت لي يا اخي ويني نلقاها تقرا عربيه عند الجميع. اي نعم نتعلم. المؤمن لابد ان يتعلم معناها من المهدي الى اللحد باذن الله السميع العليم. اذا سناخذ تلاوه سورة الفاتحة، ترتيل سورة الفاتحة، والترتيل يبدأ في الدرجة الأولى بمعناها تحسين النطق بالحرف وإصلاح النطق بالحرف، لكن الترتيل راهو يشمل يعني أمور عديدة منها الفهم منها التدبر منها العمل منها التعلم كيف نتعلم من هذه الآيات. إذن نبدأ سورة الفاتحة بالاستعاذة والبسملة. ومن نبدأ الاستعاذة والبسملة واحنا لابد ان ندخل في حالة وعي وفي حالة حضور، اننا يعني نقرأ القرآن منذ الحرف الاول من الاستعاذة. تبدأ راك ناجي في ربي سبحانه وتعالى، راك تتحدث مع المولى، راك تطلب في الغوث من الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة، وتبدأ تطلب في الاستئذان من الله سبحانه وتعالى بالبسملة، وتبدأ تنطلق في الخيرات. نبدأ باش نقرأ سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك باش نسمع واحدة منكم في تلاوة ونصحح بعض الأخطاء بإذن الله ونعطي بعض الملاحظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ربي سبحانه وتعالى أمرنا قبل تلاوة القرآن لابد أن نبتدئ بالاستعاذة. الاستعاذة اللي هي فيها افتقار وإعلان افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نحن الفقراء إليك يا مولانا. كل عمل لابد أن تستعيذ بالله، يعني أن تستجير به، يعني أن تذهب إليه مسرعا خائفا من نفسك أولا. أن تكون نفسك والهواء متاعك داخل في الموضوع. أن تتعبد معناها لله سبحانه وتعالى وأنت ترضي في نفسك ولا تبحث على تزكية نفسك. رد بالك من نفسك التي بين جنبيك فهي العدو الأول. العدو اللي بعدها هو الشيطان وجنوده اللي يحب ياخذك إلى المآل اللي مشاله هو، هو الطرد من رحمة الله. فهذا لابد أنك تستعيذ وانت واعي رك خايف، رك مقبل على أمر عظيم، رك مقبل على أعداء كثيرة ستترصد بك وستتربص بك. فالاستعاذة إعلان افتقار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي ما كان من توفيق فإنه منك، وما كان من خطأ فإنه مني، فلك الحمد في الأولى، وأعني وأستغفرك في الثانية، وأعني يا ربي على هذا الأمر. فأعلنا راية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، رفعنا الراية واصطففنا في صفوف المؤمنين الذين يقولون لا حول ولا قوة. حفظت الستين من عند ربي، أتقنت التلاوة من عند ربي، عملت بما في القرآن من عند ربي، راهو هذا من الله وإلى الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. رفعنا الراية يسرى، لا إله إلا الله، ما أجمل أن نفتقر إلى الله. الفقر العبودية فاتن، نحن منه وإليه، نحن عبيده، ونحن معناها لا نملك لنفسنا ولا لغيرنا نفعا ولا ضرا. كان صليت راهو ربي من عليك، كان قريت القرآن ورتبت القرآن وعملت بالقرآن راهو ربي من عليك، كان صمت رمضان وفقك ربي لصوم رمضان راهو ربي من عليك. فلا إله إلا الله. فعنا الراية البسملة هي استئذان، طرق الباب، قل يا ربي أنا جيت متبرأ من حولي ومن قوتي، ونحب ناخذ كما خذوا الناس وكما مش ياخذوا الناس، نحب نغنم
كما شفنا بكري نغنم نغنم، كما شفنا الفيديو تحب تاخذ من كل خير، تحب ترغب فيه. نحب نرغب يا ربي في الخيرات، نحب ناخذ من فضائل هذا الشهر ومن كل الخيرات وأبواب الخير الكل نحب ناخذ من منهم. وإحنا ما نجموش إلا ما تأذن لنا، لا نقدر على فهم إلا ما يأذن ربي، لا نقدر على صوم إلا ما يأذن ربي. وكل ما فسره العلماء وما توصل إليه العلماء من أول الزمان هو إذن من الله سبحانه، ما أذن لنا ربنا فيه. فاطرق الباب وأنت عبد فقير ليأذن لك المولى سبحانه وتعالى وتدخل في معارج القرآن الكريم. فما حاجة أنت ديما تعلمهي لنا في البسملة، والتوى قعدت لي في مخي البسملة هو أن تنتمي معناها إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تكن تنتمي إلى الله ستنتمي إلى جهة أخرى. فديما تعطينا كالمثال متاع أي أنت توى في شركة وشركة بروفيسيونيل والعملاء متاعها ما يخدموا كان بادج معين، وما عندك الحق تتعدى باب معناها المدخل الرئيسي إلا بالبادج هذاك المعين. فإذا أنت عندك البادج باش تتعدى طول لبسنا البادج، معناها لبسنا البادج وباش تكون في تلك حماية تلك المؤسسة، خارج دون ذلك لن تتمتع بأي مزايا، ولن تمر أصلا، لن تمر، ما يمروا إلا اللي لابسين الشارع. فما رفعنا الراية ولبسنا الشارع. نعم، فما أجمل أن يتمتع معناها الإنسان، كيف يتحقق العبودية؟ أن يتكلم ببسم الله، أن يتحرك ببسم الله، أي حاجة يعملها ببسم الله. خطر إذا مش بش يكون عبد لله، بش يكون عبد للمال، عبد للزوج، عبد للزوجة، عبد لصغاره، عبد لحاجة أخرى، معناها تبعده على ربي. أما بش تكون عبد لله تتذلله كل اللي هو السميع، هو البصير، غادي المتعة وغادي السعادة وغادي الدلال وغادي الذوق وغادي الرقي وغادي العطاء الدنيوي وغادي عطاء الآخرة. فاتك أنا باش نقرأ الصلاحية بسم الله. يلا نتوكل على ربي سبحانه وتعالى باش نسمعك في الاستعاذة والبسملة والآية الأولى من سورة الفاتحة، لأنه هذا اللقاء سنتناول الحمد لله رب العالمين فقط. قولي سهام الحمد لله رب العالمين باش نحكي فيها شكون ما يعرفهاش. اي نعم، باش نتناولوا معاني الحمد. يلا فاتن، استعاذة وبسملة والحمد لله رب العالمين كما تعلمنا نقراوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعوذ، لا بد من تحقيق ترقيق الهمزة أ ونعطيها الفتحة، نحقق الفتحة متاحة. الفتح لابد من تباعد الفكين أ ومعناها اللسان يتبع الفك السفلي في الفتح، لأنك وقت تفتح الفم واللسان يقعد مرتفع باش تجيك أ، باش تتخلط الفتحة بالكسرة. ورد بالك تسحب يعني الزاويتين وتقولي أ، لا هي أ استعلاء، أ لا ما فيهاش استعلاء، هي مرققة، الهمزة مرققة مفتوحة، لابد من فتح الفم في الفتح وتفتح الفم واللسان يتبع الفك السفلي في الانخفاض. أ ما تقوليش أ ولا إي ولا أ، هذا تفخيم للهمزة ولا مبالغة في الترقيق وإلا إمالة حركتها من الفتح إلى الكسر. كي تعمل إي راك غيرت حركة الفتحة. أ سهلة ياسر، كما يقولوا أحمد. أ أعوذ، رد بالي ذال نرجعها ضاد ولا ضاء. أعوذ، أعوذ بكسرة الباء، لابد أنه ننتبه للحركات في الفتح كما قلنا نفتح تباعد ما بين الفكين، في الضم لابد من ضم الشفتين مع الضغط على الزاويتين، في الكسر لابد من انخفاض الفك السفلي مع الشفة السفلى، وهو آليا سيرتفع وسط اللسان باش يعطيك جزء الكسرة جزء الياء اللي هو الكسرة. إذن أعوذ بأكل ابتسامة، وربي يحبنا نبتسمه وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، ديننا يعني يجازي على الابتسامة. إذن أعوذ بالله، ما هيش بالله، لي يعني
سحبت الزاويتين فما جاتش فتحة خالصة. أعوذ بالله كسرة الهاء مينا، ورد بالك تقولي مينا، من الشا ماهيش من الشا، من الشيطان ماهيش تا، من الشيطان كسرة النون الرجيم، والميم لابد تعطيها الزمن متاحة باش نسمعوها. الترتيل علمنا إعطاء الحقوق، ابدأ أعطي تعلم أعطي الحق للحرف باش تعطي الحق للناس. فالحروف مجتمع كما مجتمع البشر هما مجتمع الحروف، لابد تتعلم تعطي حق الحرف باش تعطي حق الناس. إذا الرجيم الميم عندها البينية ولا الجرين الجزئي للصوت. بسمي الباء متحركة بالكسر، بي بسم الله الراء، الراء مفخمة، الرحمة الرخاوة متاع الحاء، الرحمن ماهيش ماني، ما يعني ماهيش فتحة خالصة، الرحمن الرحيم كذلك الميم لابد نعطيها الزمن متاعها، الحمد الحمد عندي اللام الساكنة الميم الساكنة عندهم جريان جزئي للصوت، يعني إن نقول الضخامة تجي في الصوت. الحمد شوف كي تبدأ على أعصابك تقول الحمد لله، كي تبدأ على راحتك وفرحان بنعمة ربي عليك وتقول فيها من الزواجي ما تزربش. الحمد كيما اللام الساكنة كيما الميم الساكنة عندهم الرخاوة الجزئية. الحمد لي كسرة اللام، لله اللام مرققة في لفظ الجلالة لأنها سبقت بحركة الكسر، لله كسرة الهاء لابد تعطي كسرة خالصة. الحمد لله راء، الراء هنا مفتوحة إذن مفخمة، ما نقولش ربي نقول راء، ربي نرجعنا لللام الساكنة، ربي العالمين، والنون كذلك كما أختها الميم لابد تقف عليها تعطيها الرخاوة الجزئية الجرين الجزئي للصوت باش يبين صوتها، يلزمها تبدأ موجودة باش تقوم بالمهمة متاحها. كي نقول العالمين وين النون؟ غيبتها. كي نقول العالمين زربت ياسر قلقلتها. كي نقول العالمين طولتها طننتها بلغت عطيتها أكثر من حقها ميعتها، فلابد تعطي الحقوق. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ونقرأ نحب نسمع النبرة متاع أنك تتحدث مع المولى، تع انك تحمد في ربي بالحق. تنجمش تقول له الحمد لله رب العالمين وانت جاف مشاعرك يلزمها تخرج في التلاوه نتاعك. عاود لي يا فاتن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا فاتن اعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أحسنتي أحسن من التلاوة الأولى، فقط ربي الباء هنا مضاعفة عندها صفة اسمها صفة الشدة انحباس الصوت، لابد يكون الزمن متاع انحباس الصوت معناها لأنها مضاعفة. ربي ربي ورد بالك من بي لأنه الباء تخرج الصوت لابد يركز في وسط الشفتين. ربي كي توزع الصوت على كامل الشفتين باش تجي بي. ربي العالمين الحمد لله رب العالمين، وباش نقول هالو بالنغمات الكل وباش نقول هالو بالطبقات الكل، الحمد لله رب العالمين. على شنو باش نحمدوه ربي يا جماعة؟ الحمد على وجود كله، على العالم عايشين كله، على النعم اللي لا تحصى ولا تعد، وأولها أول نعمة الإسلام والإيمان، وكما كانت أمي تقول يرحمها وينعمها الحمد لله اللي عنا ربي. أول الحمد الحمد لله اللي عنا ربي، الحمد لله الحمد لله إنه أوجدنا، الحمد لله إنه خلقنا،
الحمد لله انه من علينا بنعمه الاسلام. الاسلام والايمان، الحمد لله على نعمه الاسلام. اي نعم. والله هو قبل نعمه الاسلام ونعمه الايمان اننا هو اوجدنا، خاطر ساعات يتيح بين ايدينا معناها كتاب يكون مكتوب 200 سنه التالي. اين كنا معناها في ذلك الزمن؟ لم يكن شيئا مذكورا، يعني ما كناش حتى شيء. لا أبائنا كانوا موجودين، لا أمهاتنا كانوا موجودين. فربي سبحانه وتعالى أنه أوجدنا في هذه الحياة وفي هذه الدنيا نعمة كبيرة، ومعناها والحمد لله النعمة التي لا تحصى ولا تعد هي نعمة الإسلام. فمن علينا بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان، الحمد لله رب العالمين. شوفوا ديما نحب ديما نبص المثال للأطفال. مثلا كان يدخل طفل صغير ويلقى طاوله معبيه بالشكالات والشيخات والحاجات، يا اخي باش يتجاهلك طول ولا باش يقول زعما شكون جاب لي الحاجه هذيك؟ والحاجه صحيح هو فرحان بها كالهديه هذيك، ولكن سيبحث عن مصدر تلك الهديه، زعما ابي، زعما امي، زعما ضيف اخر. والانسان جبل على محبه من يحسن اليه. اذا هو المحسن الاول والاخر هو الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى. فمحبتنا اولى بان تستولي محبة الله سبحانه وتعالى على قلوبنا. فالحمد لله على نعمة الإيجاد أنه أوجدنا من عدم، والحمد لله على نعمة الإمداد النعم التي نعيشها، والحمد لله على نعمة الهدى والرشاد أنه جعلنا من المسلمين، والحمد لله على نعمة التكليف أنه جعلنا خلفاء له في الأرض. فالحمد لله رب العالمين. وتوا باش نتعديو لفقرة الدبارة مع أختنا فاتن. دبرنا ما دبرنا، دبر علينا معلمنا. الله يعيش النساء. عسلامة ومرحبا بكم في دبرنا اش دبرنا واش دبر علينا معلمنا من برنامج نساء ونص. إن شاء الله رمضانكم مبارك سعيد، إن شاء الله يا ربي تصوموه وتقيموه في الصحة والعافية. باش نحاول أنا الشهر هذا الفضيل نكون معاكم ونرافقكم طول هالشهر هذا كله بوصفات سهلين مش مكلفين بقدرة ربي وما يكلوش برشا وقت. وصفتنا الأولى إن شاء الله يا ربي باش تكون الهريسة الحلوة، اللي في الشرق الناس كل تقول بسبوسة، احنا في تونس نقولوا هريسة حلوة ولا هريسة اللوس. هي وصفة بنينة وفاوحة وسهلة ومش مكلفة الحق. أول حاجة باش نبدأ بتحضير الشحور. الشحور يلزمكم تحضروه قبل ما تبدأوا في الهريسة الحلوة باش يبرد على راحته، ويلزم لك نستعملوه من بعد ونسقيه به هريستنا يكون في حرارة المطبخ اللي انت فيه. هذا شحورنا انا طيبته قبل وخليته يبرد باش نستحقه. كيلتين ماء، تاخذوا كيس نورمال كبرو، كيلتين ماء معناها كيسين ماء، تحطوا عليهم كيس ونص سكر مش اكثر، خاطر لازم يكون عاقد ولازم يكون ياسر جريء. نخلطوا كل السكر والماء، نحطوها على النار هو يغلي واحنا نعصر فيها عصيره قارص مش برشا، ونخليه لمده ربع ساعه ماكسيموم يغلي. كي يغلي مليح وتحسوه تعب في الاخر بالكل في الغلوه الاخرى تحطوا له، تحبوا عطرشيه، تحبوا زهر، تحبوا ماء ورد، انا الحق حطيت شويه عطرشيه، وتخليه يزيد يرفع غلوه اخرى وتسكروا عليه، تصبوه في معون تخليه يبرد. من بعد تو باش نتعداو عاد الوصفه نتاع البسبوسه نتاعنا ولا الهريسه الحلوه. هوني نستحقوا 125 غرام سكر، 100 غرام زبده ذايبه ما تخليوهاش سخونه وما تخليوهاش تبرد حتى تجمد، 75 غرام لوز مهروش مش كبير برشا ومش ارطب دوبلاش، 70 مليلتر حليب دافي دوبلاش، و 200 غرام سميد. انا هوني استعملت سميد ارطب، استعملت كيما نقولوا 150 غرام سميد ارطب عليهم 50 غرام سميد متوسط. انا هكا حبيتها والحق نخيرها هكا، اما هي راهي الهريسه الحلوه يعملوها حتى بالسميد الحرش وبالسميد المتوسط. هذه شويه فاكهه حضرتها من بعد للزينه. تو نبدا وصفتنا بسم الله وتوكلنا على الله. نصبوا ال 125 غرام سكر نتاعنا ونزيدوا عليهم الزبدة، قلنا 100 غرام زبدة ذايبة، ونخلطوهم مع بعضهم بسم الله. خلطوهم حتى يدخل الزبدة مليح في السكر، ومن بعد نزيدوا 75 غرام
اللوز متاعنا المهروش، ونخلطوه مع بعضهم مليح مليح حتى يتجانسوا بالكدا. هاكا يولي خليط هكا رزين والفاكهة داخلة فك الزبدة الذايبة مع السكر، ونزيدوا عليهم قلنا هوني 70 مليليتر حليب دافي. هذا توا هو اللي بشي يسهل الخلطة كلها. بسم الله. ما أسهلش من هكا يظهر لي البنات، ما نصورش فما غوسيت أسهل من هذية، وصدقوني ياسر ياسر بنينة وياسر فاوحة وما تتكلفش. هكا اللي مع أغلى حاجة فيها طرف 75 جرام اللوز. وتو باش نزيدو السميد متاعنا، إن شاء الله يا ربي تلقاو السميد. نعرف برشا حاجات مش متوفرة برشا، إن شاء الله يا ربي تتحصلوا على شوية سميد وتعملوها. أنا حاولت الحق قدر ما نقدر باش نعمل وصفات، نحضركم وصفات مش مكلفين واللي المكونات نتاعها تكون موجودة عنا. إن شاء الله إن شاء الله تلقاو. كم نصبوا السميد ونخلطوهم مليح مليح حتى المكونات كل الجنس، باش تولي عندنا كل باتا كامل موما. اسهل شي من هكا، فماش اسهل من هكا. توا باش ناخذوا المول متاعنا وباش نصبوها فيه. المول باش نوريكم، نتوما استعملوا كيما عندكم، راه ما تصعبوش على رواحكم. اما انا نستعمل هذايا باش نوريه لكم كيفاش، باش من بعد كي نحيها تقعد مزيانه. خاطر الهريسه الحلوه صعيب راك باش تقلبها ولا باش تحطها في صحن وتزينها، خاطر تبدا محلوله بالشحور وكل. دونك انا عملت في هذايا، وباش نستعمل هذايا هالدوره هذايا الحديد لافيتها بالالومنيوم، باش نحطها هكا باش نعمل لكم فصات الهلال سيدي رمضان. ان شاء الله تكون الهريسه الحلوه نتاعنا على فورمة الهلال. نعاودو نخلطوها هلا هاكا لقيتوها كيفاش شربت. وتوا باش نحطوها في القالب نتاعنا. بسم الله. ونحاولوا هنا تو باش نشدينا اكل ديك الدائره اللي وريتها لكم، هذيك السيلاندر هذيك، هاني باش نشدو باش ما يتحركش، باش نجم نفصل نشكل الهليل نتاعي ونرصوها مليح مليح. حاولوا رصوها وحاولوا ريدعوا، معناها باش يبدا العلو نتاعها من الشريط الكل كيف كيف. ريتو مسالها وتتشوفوا ما بنها من بعد. انا الحق معناها حبيت حاجات هكا سهلين منكم لكم توما، منه شهر هذي الفضيل الحق هو تسمى على التطيب وعلى التصنيف كل، والاصل فيه مش هذي، ما هو شهر تطيب وتصنيف وماكلة، هو شهر عبادة صلاة قيام احسان للعبد المحتاج، صوم صوم بمعنى الكلمة من الصوم، مش نعديوه الكل في الكوجينه. اما يا حبذا زاد احنا صايمين ويداتنا صايمين والناس تخدم والناس تعيا، يحب واحد في الليك يشق فطره ولا ما يصلي حيا ليله كامله، فما اللي يعمل التراويح يروح من التراويح يحب حويجه حلوه نهار كامل ما كلاش شيء حويجه تنفعوا الكل. دونك نعملوا حاجه بربي ما تاخذش برشا وقت، ناكد على الوقت، خليوا وقتنا الكل نستثمروه في الصلاه والصيام والعباده، وكان فما حب نعرفوا محتاج نطيبوا ونخرجوا له، مش احنا الطاوله تلقاها من هنا لغاديكا. وهذاك شو خرجنا من رمضان، على عباره ربي مدنا كنز هكايا باش نغرفوا منه، احنا لا غرفنا لا شيء. بدا رمضان وخرج وتعدى كله تتشيب وتمخميخ، وشكون وتفاخر، شكون طاولتو خيم الاخر، شكون طايب كل حاجه، شكون عمل خيم الاخر، معناها يا خيبه المسعى في الاخر. نحاولوا نعملوا معادله هكايا موازنه. سخنا الفور على 175 درجه
باش نحطوها لمدة 35 دقيقة وعسوا عليها، ما تخليوهاش تتصهد قبل ما ندخلوها الفور. نزينوها كل قدير وقدره اللي عندك، عندك لوز، عندك كاكاوية، عندك فستق، اللي عندك تزين به. هاك كيما تو باش نوريكم ترشقوا، كان عندكم كعيبات لوز هكايا وتدورهم بها، يتيبوا معاها هكاك ما يتيحوش من بعد. نزينوا باللي عندنا كيما قلت لكم، زينوا باللوز، زينوا بالفاكهه نتاعكم كل، وحطوها في الفور على 175 درجه كيما قلت لكم، سبع دراج مش اكثر، وما تخليهاش تسهد. الله يعيش النساء. النساء هريستنا الحلوه حضرت، خرجناها. كي تخرجوها من الفور شو كيف تسقيوها برشا برشا حتى تعوم، يلزمها تعوم تعوم وتخليوها حتى تشربك الشحور كله وتبرد على الاخر، ومن بعد تزيدوا. انا زدت زينتها هكا بشوش ورد بكل كيما تحبوا نتوما. وها هي بس بوستنا اللي على فصات الهلال، وهاو طب باش نقصوا منها طريف ونشوفوا اش يعطي. هذه بس بوستنا هريستنا الحلوه، وتاكلوها ان شاء الله بالصحة والعافية. كملنا مع الهريسة الحلوة، ان شاء الله يا ربي نتقابلوا في حصة اخرى، في وصفة اخرى ليه ليه خفيفة نظيفة سهلة مش مكلفة كما تفهمنا. وان شاء الله رمضانكم مبروك وربي يتقبل صيامكم وقيامكم. الله يعيش النساء.